الجماهير بين العلاقة بالحسن متولي ليست على ما يرام، واش صحيح ولا خطأ السي أنس؟ شكون اللي قال لك علاش كنلعبوا هنا في الملعب؟ علاش كنلعبوا في التيران؟ علاش كذلك كنلعبوا في التيران من كانت يقدر يكون ما عنديش علاقه مزيان معاه برا التيران، يقدر ما كنتلاقاش انا وياه، ما كنشرب انا وياه قهوه، ما كيشرب معايا، ما كنهضر معاه، ما كنتعيطوا في التليفون مره مره على انا كنهضروا على مشاكل الفرقه مثلا، شي مشكله وقع نحلوه، كنهضروا داك الشيء خصوصي ديال الملعب، ولكن باش زعما نتلاقى معاه نشرب معاه قهوه ولا نخرج انا وياه ممكن هذا. انا ما انا شويه كنعطي وقتي اكثر لوليداتي والدار، كنفضل نبقى معاهم اكثر ما غادي نخرج مع واحد نشرب معاه قهوه في شي بلاصه، ولا نجلس شويه نبقى نهضر في الناس، ولا انا ما عنديش معاه هادشي بتاتا، ولكن في الملعب راني خويا وراني نموت معاه وحبيبي ونتقاتل انا وياه، ما عندي معاه حتى شي مشكل في الملعب، في الراجا ما عندي معاه حتى شي مشكل. نعم، إذا جواب واضح ديال السي أنس. سي حسناوي تفضل.